ونرجع مرة ثانية في الحلقة مدينة الشاطي. يا الله يا مدينة الشاطي، يا الله يا مدينة الشاطي، بتسوي لنا أزمة عالمية. مدينة الشاطي شو عندهم مشكلة؟ بلوشن، مليون بالمية بلوشن. أنا ما يصير أحط لهم حل حق البلوشن. ما أدري إذا الحديقة بتسكتهم شوي، قص عليهم بسكتهم في حدائق، بحاول سكتهم في حدائق. اللي عندنا تحت محتاجين حديقة ضروري، حدائق خدمات مهمة من الخدمات حق المدينة هاي، حق كل المدن أصلا. المدينة شكاويها تقل، زيد حدائق وخدمات وادفع فلوس زيادة. أنا سأدفع فلوس ترى، هم منهم هم، أنا أدفع حق الخدمات، هم ما يدفعون حق الخدمات، أكيد عادي عندهم. حتى فلوس أوكي ما يدخلوا لي صراحة، زعلان منهم أنا، نبغى فلوس. هاي اكثر مدينه يمكن قاعد تكلفني حاليا بين المدن على فكره، اكثر مدينه قاعد تكلفني. ما اعرف اذا بحطي اصلا الناس على الدوار، اذا طلعوا بيكونوا مصيبه، بس ما علي، انا اشوف النهايه معاهم كيف، النهايه معاهم كيف. حلو، بدا الطلب على الصناعه يزيد شوي. شو مشكله الشارع العام؟ والله مشكله، مشكلة، مصيبة، مصيبة. not enough workers، والله عندي بيوترين قلت بس ابى احط فيري مال السفن هاي، مال العالم رايح رادة، بس احس بتوهق اشوف الزحمة اللي هني، مع اني فضيت لهم الدرب. الوهقة وين؟ الزحمة هني الحين. الحين خلنا نفتك من الزحمة هاي، بس احاول بطريقة افكر انه كيف اتخلص من الزحمة هاي. زين، اذا طلعت منها فرع نفق، هم شو اكثر اللي قاعدين حاليا؟ لحظة خلنا نشوف. ناس صح، ناس اللي قاعدين يوقفون في الشارع هذا. من وين قاعدة تي الزحمة؟ من نص المدينة. زين، محتاج حلقة توصل انا بين هذا وهذا. يا الله الشارع، دري دري سلالم. بس زين، ابي احل مشكلة بسيطة في الزحمة ولا بيزيدها الحين. والله هاي معضلة ثانية، هذه مصيبة ثانية. في ناس تيم هني بعد، سوينا احنا مدخل ثاني، بس اظني الزحمة هاي كلها لان الناس تبى تطلع. زين، شو رايك نسوي دوار؟ نسوي المكان دوار، ما بشتري ارض الحين، خلنا نحل مشكلة المدينة هاي بعدين قول لي اشتريت، لان هاي من عيون السكان هني الوضع ما راح يكون اوكي ابدا ابدا، ما راح يكون اوكي. يعني الوضع راح يكون تعبان، وكلهم يروحون سيدة حاليا. اي صبر، اذا اجرب فكرة شوي مجنونة. زين، هاي واي، وين انت الهاي واي؟ هاي واي ساوند بارير اساس عن الحشرة. شوفوا الفكرة هاي، يا اني اجيب العيد يا اني شو ابدع فيها. على الاغلب اجيب العيد، ما راح ابدع، اقولكم انا من الحين فكري اجيب العيد فيها. انزين، صبر، مش هذا، سوري، ابا اعدل الارض شوي. عدلنا الارض، زين، هذا ما سميه تعديل، انا احس اني خربت. زين، جبنا الارض وشوي خلينا نعمل الارض،
خليها ناعمة شوي، ناعمة ناعمة، خلي قاعد عليها أساس. أوكي، نكبر المساحة اللي نقدر نشتغل عليها، نرجع للشارع العام، نرجع نبني، نجرب نحط أساس. صعب صعب بالطريقة هاي، إلا إذا رفعته من البداية. أوكي، وصلت الشارع العام في المنطقة هاي. مش قادر، صح قلت لكم يا اجيب العيد يا انا شو، يا انا اجيب العيد. جبت العيد، قلت لكم اجيب العيد وجبته. هذا شو هذا الجسر اللي ما له داعي؟ خليهم ينزلون على الجسر هذا غصب. شوفوا شارع عام في نص المدينة، هذا إذا نزلوا هني بيتوزعون، أظني بيتوزعون، إن شاء الله يتوزعون. هني بشارع عادي، سوي لهم إشارة 4 إشاير. أوكي، ما حد يقدر يروح لها، هاي هاي ون واي، وهي ما حد قاعد يستعمل الشارع، فراح أجبرهم يستعملون الشارع. هذا استوى خلاص، لا بد منه. زين، شو صار في الزحمة اللي هني في نص المدينة؟ خفت؟ اتصور انها خفت وايد، بس على الاقل ما استوت زحمتين يصطكون عند بعض، يعني الزحمة الاولى والزحمة هاي، بس بعدها في زحمة. دبت الشارع اللي واقفين عليه. كلهم يجون من شارع الخطين هذا، وعندهم مليون شارع وسيع. والله انتو حفلة. زين، وشو المشكلة هنا الحين؟ ياس داعمون هاي، ياس داعمون. بكنسل هالشارع هذا، بجيب جسر من فوق وبنزله مع الشارع وهو ساير. خلاص هني ما توقف الزحمة، بس بعد بيحط لي إشارة. الحل مع الشارع، زحمته من وين جاية؟ من الصناعية. خلاص زحمته من الصناعية، طلع الزحمة من وين؟ طلع الزحمة من الصناعية. نضيف لهم إشارة، نشوف الشارع العام. هني الزحمة يحيي الصراحة، صارت عندي زحمة في نص المدينة، بس يتوزعون في الدوار، أمورهم طيبة. بس هني مصيبة والله، يستعملونه وايدين، يستعملونه، ما كان مشروع خاسر أبدا، كان مشروع ناجح، مشروع جدا ناجح، بس احس يبالي تعديل. بنقص التقاطعات، الاشارة وايد صغيرة، تشتوي زحمة هني.
فلو اوصل انا اخبركم. فلو اشل هذا الشارع واحطيه في هذا الشارع راح يستوي اوفرلاب مع هذا. زين اذا اسوي بالطريقة هاي نفس الشيء زد تتقاطع. زين اذا اكسر الشارع هذا اوكي وسوي سيدة مش قادر اعدل الشارع ترى على فكرة. مش قادر اعدل الشارع هاي مصيبة ثانية. زين اذا يب شارع من هني بحطي هني وشارع من هني بحطي هني. تقولون تستوي زحمة؟ زين بشل هذا. شو اللي بينقطع؟ اوكي قام المكان يمشي شوي خلاص. يدخل ياخذ ميتير من هني ياخذ. اوكي هنا راويكم انا راويكم وين ياخذون ميتيرنا. الشارع هذا كبير. لا اوكي اوكي خلنا نشوف كيف تاخذون يوتيرن الحين. اللي يطلع من الكارغو خلاص يدخل المدينة. ما في شي اسمه يطلع برا. ما طلع برا. ما في طلع برا. ما في خلاص انسى. وينك تخلنا نشوفهم. والله يحيي الحياة بس بعدهم والله بعدهم يتزاحمون. زي بلغي هالشارع هذا. انا قمت الغي شوارع. انا ما قمت اتفاهم. الغي الشارع هذا كامل خلاص. ما بقى عالم تاخذ اختصارات. ما نبغى ناس تاخذ اختصارات. اللي بيطلع من هني خليه يطلع. نشوف الزحمة اللي هني شو صار فيها. ويحيي الحياة الصراحة. يحيي الحياة. صح ان الجسر لو ان الجسر هذا شكله لكم عليه شوي بس والله قاعد يحل مشاكل. انا دش على مفترق كم شارع ها وايد شوارع. حطيت الساوند بارير عشان ما يصير حشره للناس يزعجهم فرقادم. انت اسكن تحت الشارع. والله مسكنينهم اماكن وبزعاج اللي بعده اماكن اللي بعد الازعاج هذا. شوف هذا ما عندهم شيء. زين مو مشكلة. ميت انت؟ ما عندنا تغطية جثث كفاية يعني ولا كيف؟ حطي واحد هني. حط لكم مقبرة. كان حديقة. بدل حديقة نحط لكم مقبرة. بيبنوا بيت بيصلوا عليك بس اشوف الماي. ماي واصل كل مكان. غريبة المدينة وصلت لها ماي اوكي ها؟ في العادة ما في ماي حق اي حد. اصلا يوصل لك كهرباء من الصوبين. اموره طيبة. اخبرني ليش زعلان. Not enough goods to sell. خلنا نحطي لهم. هم يبون شو صناعية زيادة. نحطي لهم صناعية. صناعية اسهل شيء. حطوا يطلعون. تلوث على طول. ما عندهم مشاكل. عندهم مشاكل. شوف هاي الماي هني على الشارع يا حلاتن. Abandoned. This abandoned because no one collected dead people. ما حد جمع الناس الميتة. شكلها هاي أزمة عالمية. الناس الموتة الحين بتستوي. خلا نكسر. Not enough goods to sell. اوكي سوينا لكم مصانع خلاص.
ارتاحوا شوي انتو، انتو ارتاحوا شوي، لان عندي مشاكل وايد في المدينة، المدينة بتطلع لي روحي. انا اشوف ما حد قاعد يجمع الموتى مساكين، ناس تميتة يعفنون وين يعفنون في الشقق وما حد يروح لهم. عندي مدخول محدود تراني، ها بس قاعدون تكاديني كد، بس ما اظن احتاج واحد ثاني. خلاص ان شاء الله يكفي. بس ليش قاعدين؟ ايوه كان عندنا مشكلة عظمة نحن ما حليت انا، اللي هي هاي هاي. شوفوا، واحد اثنين ثلاث اربع خمس، اوكي حطي واحد اثنين ثلاث، وايد بعد وني عند اخر الدنيا اللي هي وين؟ هني. ونحطي خمسة قلنا صح، واحد اثنين ثلاث اربع خمس، اوكي ونوصل هاي مع بعض، نوصل هنا هني وين؟ هني. شوفين كهرباء صحيح عند الكيبل حطيته. شوف هل هيطلع لنا ماي انظف؟ انا اظنك واحدة من الاسباب الامراض الموجودة الماي اللي مش نظيف. جوست تاون يا صديقي، ليش زعلان؟ ما سمعت شو قلت انت. يوه اوكي، النبأ معالجت مجاري هني، بيتنظف شوي لان انا حاط هاي اللي يكون تلوث مالهم جالس يدخل في الماي والناس تشربه، فاظني هذي. انت لازم مريض، انا حاط انك مكان خايس اصلا، انا اعرف اني حاط انك مكان خايس، انا اعرف وشي. شوف في ناس ساكنه في المدن الاوليه اوريدي قاعده، اقول لكم لازم يكون عندهم كم في ماي ترى. حطي لهم هاي الكولكتنج بيبل، يلا جمعوا الموتى انتو. يو هاي ما عندهم اي تغطية ونحن غافلين عنهم، بس خلنا نشوف المدخول. المدخول بعد زين، بعد يمشي زين، بيشدونهم. خلنا نحط لهم مقبرة بعد، عندي من المقبرة الكلاسيك. خلنا نشوف يبالها ماي. ليش ما قاعد تشتغل؟ شو موضوع الكهرباء الماي؟ ووتر افاليبلتي ما يبالها وايد. ووتر افاليبلتي خلنا نحط لنا ماي، يبالنا مصنع نووي ثاني. شغال مصنع نووي؟ طيعت المدينة مالتي. وين صارت هذه؟ بعيدة عنهم المدينة، بعيدة. كهرباء موصلة في كل حد، ايه كهرباء موصلة عند كل حد. خلنا نشوف بنمد الشارع اللي هو انا ساد كل شيء في العالم، الشوارع
لازم ارتب الامور اكثر. انا الصراحة هسه احس اني وايد عشوائي. مصنع طاقة نووية ثاني، وانتو ما عندكم ماي صح؟ يبندون هايل ولا شو؟ خلص الماي ها؟ وين اقول؟ مستوى الماي ينزل. خلصنا الماي يا جماعة، خلصنا الماي. اللي حصل مشكلة الماي مش اني قاعد ازيد بمبات، لا مشكلة ان انا خلصت الماي، الناس شربت الماي كله ما خلت ماي، خصوصا اني رجعتك مكانك. شكرا. لازم يكون حل مشكلة الماي، لأن الماي بعد بيرجع ينزل، بيستوي بعد فترة وادي مهجور. يا الله هالماي كيف خلص. هذا الماي حصلنا كهرباء. شوف الماي الحين ووتر افيلابيلتي اوكي، ووتر افيلابيلتي جيد، بس ماي طلع يخلص زين. هني شي وايد ماي بس ما ينزل ماي تحت، غريبة يعني، غريبة الماي ما ينزل تحت. خلنا نشوف اذا شوف يمشي ماي اكثر ولا ما يمشي. ما اظن بيمشي ماي اكثر، بس الماي من وين يجينا اساس انه يخلص؟ ما عندي الرؤية. هاي هذا نهر نشف، نشف الماي، ماي نشف. مو مشكلة، عدلنا مشكلتنا احنا الهاي واي هالحلقة هاي. بنشوف الحلقة الجاية مشكلة المي، خلنا نحفظها عقب ونرجع مشكلة المي اللي خلص علينا. حياكم الله، نشوفكم في الحلقة القادمة.